السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الهارت فيلير. يعني إيه هارت فيلير؟ يعني عضلة القلب باظت. الديفينيشن بتاعي هارت كانت مينتين ان ادكوات كارديك اوت بوت تو ميت ذا ميتابوليك نيدز اوف ذا بودي. يعني إيه؟ يعني القلب مش قادر يضخ كمية دم كافية علشان يلبي احتياجات الجسم. النهاردة هنمسك الليفت سايد هارت فيلير، وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن الرايت سايد هارت فيلير. ايه الاسباب بتاعتي اللي تعمل ليفت سايد هارت فيلير؟ هما ثلاثة. اول حاجة معايا هي المسل ديسيز، تاني حاجة الفوليوم دياستوليك اوفر لود بري لود، وهنشرح يعني ايه بري لود. تالت حاجة هي الفوليوم سيستوليك اوفر لود افتر لود. تعالى نمسك حاجة حاجة. هناخد سيكشن كده او قطاع عرضي من الوول بتاع الهارت بتاعت العضلات وهنتكلم عنه. العضلة اللي بره اسمها بيريكارديوم، واللي جوه اسمها مايو كارديوم، واللي جوه اسمها اندو كارديوم. ايه الامراض اللي ممكن تصيب العضلة بتاعت الوول بتاعت الهارت؟ هما تلاتة، لاما التهاب لاما اعتلال يا اما العضلة نفسها ماتت. اقولهم ازاي؟ مايو كاردايتس، التهاب كارديوميوباسي، في اختلال او اعتلال، او مايوكارديال انفاركشن. يعني العضلة ماتت. ندخل في النقطة اللي بعد كده هي الفوليوم دياستوليك اوفر لود. ايه الحاجات اللي تعمل لي فوليوم دياستوليك اوفر لود بري لود؟ ويعني ايه بري لود؟ بري لود يعني الدم لسه يا اما داخل القلب يا اما دخل القلب ولسه ما طلعش. طب ايه الاسباب اللي تعمل كده؟ اول حاجة هي الهايبر دايناميك سيركوليشن، يعني لو عندي افراط في الحركة بتاعت الدم ده يلوت لي على القلب. لو عندي اورتيك ريجيرج، لو عندي مايترال ريجيرج، دول طبعا هيعيقوا الشغل بتاع القلب. بعد كده ندخل على الفوليوم سيستوليك اوفر لود افتر لود. يعني ايه افتر لود؟ يعني الدم خلاص عدى. طب ايه اللي يعيقه لما يعدي؟ لو عندي سيستميك هايبرتنشن، لو عندي اورتيك استينوزس، لو عندي كوارتيتيشن اوف اورتا، دي في الاورتا. طيب السيستميك هايبرتنشن طبعا عشان هيعمل لي لود على القلب، وكمان مع مرور الوقت لو انا ما عالجتهوش هيحصل عندي اورتيك ديسكشن، وهنتكلم عنه بعد كده وهنشرحه. عايز اطلع من الاسباب الكتير اللي انا قلتها دي بسببين بس اللي هم موست كومن كوزز اوف ليفت سايد هارت فيلير. اول سبب معايا هو الاسكيميك هارت ديزيز. يعني ايه اسكيميا اصلا؟ يعني الدم اللي رايح علشان يغذي القلب نفسه قليل، فيحصل عندي اسكيميا والقلب ما يقدرش يشتغل. ايه السبب الثاني؟ هو السيستميك هايبرتنشن، وقلنا علشان هيلود على القلب، ومع مرور الوقت لو انا ما عالجتهوش هيحصل عندي اورتيك ديستكشن. خد بالك ان عيان الهارت فيلير عمره ما يجي بهارت فيلير بس، ده هيجي بهارت فيلير وهيجي معاه هايبرتنشن. يبقى نكتبهم اسكيميك هارت ديزيز. قلنا يعني ايه اسكيميا؟ تاني حاجة سيستميك هايبر تنشن. بعد كده ندخل على البريسيبيتيتنج فاكتور بتاعت الليفت سايد هارت فيلير. هنختصرهم في اتنين بحرف الاي، اتنين بحرف الاي، اتنين بحرف البي. تعالى نتكلم على الاتنين اللي بحرف الاي، هما الانفكشن، ومتلخصة في الشيست انفكشن والانفكتيف اندوكاردايتس. الاي الثانيه هي الاياتروجينيك اللي هي الادويه. فكر كده واسرح شويه بدماغك، ايه الادويه اللي ممكن تكون بريسيبيتيتنج فاكتور في الليفت سايد هارت فيلير؟ اول حاجه معايا الكورتيزون، لانه بيعمل سولت ووتر ريتينشن، فبالتالي هيعمل هايبرتنشن وبالتالي هيلود على القلب. تاني حاجه معايا هي مجموعه الكالسيوم شانل بلوكر اللي هي بتعمل نيجاتيف اينوتروبيك. يعني ايه نيجاتيف اينوتروبيك؟ يعني هي بتقلل قوه الضربه بتاعت القلب. تخيل هو اصلا مش قادر يشتغل وهي حاجه بتقلل الشغل بتاعه. تاني حاجه معايا الاثنين اللي بحرف الاي اللي هي الانيميا والاريزميا. يعني ايه؟
الانيميا ممكن تكون بريسيبيتيتنج فاكتور. الانيميا بتخفف الدم، يعني بتقلل من مكوناته، فالدم يجري اسرع، وده يخليه لود على القلب، يخلي القلب يشتغل اسرع. طيب الحاجه الثانيه هي الاريزميا. يعني ايه اريزميا؟ الاريزميا هي لخبطه في الكهربيه بتاعه القلب، سواء كانت برادي كارديا بطء، يعني سواء كانت تاكي كارديا. تعالى نتكلم عن البرادي كارديا. برادي كارديا يعني القلب شغال ببطء، يعني ممكن يحصل ايه؟ يعني الدم اللي رايح قليل، يعني ممكن يحصل اسكيميا. طيب تاكي كارديا يعني القلب شغال بسرعه، فبالتالي ده لود على القلب فيحصل هارت فيلير. بعد كده نتكلم عن الاثنين اللي بحرف البي، البريجنانسي الحوامل والدليفري الولاده والفيزيكال اكسرسايز التمارين. طب نمسك اول حاجه الحوامل. انا عندي القلب مش قادر يشتغل لشخص واحد، هيعمل مجهود لاثنين ازاي؟ بعد كده اثناء الولاده عشان الاسترس اللي هيحصل طبعا. بعدين نخش على الفيزيكال اكسرسايز، التمارين الهيفي فيزيكال اكسرسايز ازاي؟ لانها ممكن تعمل لي سب اورتيك ستينوزس، عشان العضله نفسها تتضخم عشان تشتغل اكتر، فبالتالي يحصل ستينوزس تحت الصمام الاورتي. بعد كده هندخل في موضوع الكلينيكال بيكتشر بتاعت الليفت سايد هارت فيلير. نرجع للرسمه بتاعتنا. انا دلوقتي عندي عضلات، بس العضلات دي مش قادره تشتغل، فبالتالي مش هتضخ دم، وبعدين يبقى عندي لو كاردياك اوت بوت. دي اول حاجه معايا. لو انا عندي ريجرج، الدم عمال يرجع عمال يرجع، يحصل عندي ايه؟ يحصل عندي بالمونري كونجيشن. يبقى المانيفيستيشن اللي معايا هي مانيفيستيشن اوف لو كاردياك اوت بوت ومانيفيستيشنز اوف بالمونري كونجيشن. تعالى ندخل لو الدم اللي رايح للاعضاء كلها قليل، عايزك تقف كده وتجيبها على جسمك. اول حاجه من فوق على السي ان اس، لو الدم اللي رايح له قليل هيحصل ديزنس، سينكوب، هيديك، يعني ايه؟ هيحصل دوخه، سينكوب اللي هي اغماء، هيديك اللي هو صداع. طبعا الاعراض اللي كلنا ماشيين بيها. بعد كده هنتكلم عن السي في اس. ايه هو بقى السي في اس؟ السي في اس الدم اللي رايح للقلب قليل، فبالتالي يحصل عندي اسكيميا، وقلناها قبل كده. وبعدين نتكلم عن الكدني، الدم اللي رايح للكدني قليل. طيب ايه اللي هيحصل؟ بما ان الدم اللي رايح قليل يعني فلترت الحاجات اللي هي فلترها قليله، فبالتالي يبقى عندي اوليجوريا، نقص في البول. بعدين هنتكلم عن السكن. دلوقتي الدم اللي رايح للسكن قليل، انت فاكر ان العضلات او العظم هو اللي دافي؟ لا، ده الدم هو اللي درجه حرارته دافيه، فبالتالي بتاعي السكن بتاعي كولد. ممكن يبقى عندي بريفرال سيانوزس بمرور الوقت عشان الدم اللي رايح للاطراف قليل. بعد كده بالنسبه لي السكيليتال ماسل، العضلات نفسها الاكسجين اللي رايح ليها قليل، فتلجا لايه؟ الانيروبيك. فبالتالي نخش في موضوع الاسيدوزس، فبالتالي يبقى عندي ايزي فاتيجابيليتي. بالنسبه للبلس هتلاقيه ويك، وخد بالك ان ممكن القلب يحاول يعمل ريفلكس تاكيكارديا عشان يصلح المشكله دي، يبقى هنلاقيه ويك. بالنسبه لي البريشر بتاعي هيكون عندي لو سيستوليك بلاد بريشر. يعني ايه لو سيستوليك بلاد بريشر؟ وليه السبب بتاعه؟ السيستول عندي هلاقيه قليل. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا عندي لو كاردياك اوت بوت، وطبعا العلاقه ما بينهم طرديه، يبقى لو سيستوليك. بعد كده المانيفيستيشن بتاعه البلمونري كونجيشنز. واحد زمان قاعد دلوقتي بيقول طب انا هحفظ الكلام ده كله ازاي؟ انت هتجيبهم على جسمك ازاي؟ يعني الدم اللي رايح للمخ قليل، انا عندي السي ان اس، وبعدين اللي رايح للقلب السي في اس، وبعدين اللي رايح للكلى، وبعدين السكيليتال ماسل بشكل عام، وبعدين البلس، وبعدين البريشر، وبعدين السكن. هاتهم على جسمك لو نسيت.
بعدين ندخل في المانيفستيشنز بتاعت البلمونري كونجيشن، هم برضو مش عايز ابقى احفظهم، احنا هنغنيهم ازاي. قف وديزنيا وهيموبسيس وثلاثه بحرف البي، ايه هم بقى؟ بليورال افيوجن، بلمونري اديما، بيزل كريبيتيشن بايلاترال. تعال نكتبهم ونشرحهم مع بعض. يبقى عندي اول حاجه قف، ديزنيا، هيموبسيس، والثلاثة اللي بحرف البي بالمونري إديما بيزل كريبيتيشن باليورال إفيوجن. أول حاجة معايا هي القف، هي هتكون إكزيرشنال قف، كحة أثناء المجهود، عشان ده لود على القلب. بالنسبة للديزنيا هي دي نفس كلنا عارفينها، في حاجة معاها اسمها أورثوبنيا. يعني إيه أورثوبنيا؟ يعني دي نفس أثناء النوم. ليه؟ لأن الفينوس ريتيرن عندي بيزيد، فالبري لود بيزيد، فالكونجيشن يزيد. بعد كده الهيموبسيس، لأن الأوعية الدموية الصغيرة اللي في اللنج عندي أنا عمال أدخل هواء وأدخل دم، وخلاص هي مش مستحملة فربشر، يبقى بسبب الربشر اللي هيحصل عندي. بعد كده البلمونري إديما والبيزل كريبيتيشن والبليورال إفيوجن، التلاتة سببهم واحد، هو إن الكونجيشن عمال يزيد. بعد كده هندخل على الكاردياك ساينس. اول حاجه معايا هي الليفت فينتريكل انلارج. يعني ايه الليفت فينتريكل بتاعي عمال يتضخم عشان يستوعب كميه الدم الموجوده دي. رقم 2 هي التاكي كارديا، القلب فاكر ان المشكله ان هو شغال ببطء، فبالتالي عمل ريفلكس تاكي كارديا عشان يسرع من نفسه. بعد كده 2 مهمين جدا هما البلسس الترنانس والجلو. يعني ايه بلسس الترنانس؟ الاثنين دول مهمين، ممكن يبينوا لي ان انا في حاله هارت فيلير. بلسس الترنانس يعني عندي نبضه قويه ونبضه ضعيفه، ضربه وضربه، سترونج بيت اند ويك بيت، عشان لو عايز تقولها. بالنسبة لي الجالوب هو صوت جرية الحصان. طب ده بيحصل ليه؟ بص انا الاصوات اللي عندي S1 S2 S3 S4. S1 والS2 هم ليهم علاقة بقفة الصمامات وهنشرحهم بعد كده. S3 دي بقى اللي بيحصل، بيحصل عندي فلابي فينتريكل. يعني ايه؟ يعني الفينتريكل بيبقى رخو كده مش ماسك نفسه، لما يجي الدم ينزل فيه يبقى شبه الكيس، فالصوت ده يحصل، الدم كأنه بينزل في كيس وبينجب. هي دي صوت الجلو، وده طبعا بيحصل نتيجة الهارت فيلير. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن الليفت سايد هارت فيلير، واتكلمنا عن الاسباب بتاعته اللي هي كانت عبارة عن ماسل ديزيز، فوليوم ديستوليك اوفر لود بري لود وقلنا ليه، فوليوم سيستوليك اوفر لود افتر لود وقلنا ليه ده بيحصل. بعدين اتكلمنا عن البريسيبيتيتنج فاكتور اللي هما 2 بحرف الاي، 2 بحرف الاي، 2 بحرف البي. وبعدين استنتجنا الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا اللي هي كانت لو كاردياك او البوت، وقلنا تاثيرها على جميع الاعضاء، وقلنا نقولها ازاي. نقف كده يبقى فوق سي ان اس، تحت سي في اس، وبعدين كدني، وبعدين السكيليتال ماسل بشكل عام، وبعدين سكن في الاخر، وحط عليهم بالس وبريشر. وبعدين اتكلمنا عن مانيفستيشنز اوف بالمونري كونجيشنز، وقلنا ان احنا مش هنحفظها، احنا هنغنيها، وقلناها قف وديزني وهيموبسيس وثلاثه بحرف البي. وبعدين اتكلمنا في الاخر عن الكاردياك ساينس، وقلنا ان في 2 عاديين خالص اللي هم الليفت فينتركل اللارج، خلاص الليفت فينتركل كبر عشان يقدر يستوعب كميه الدم. وعندي تاكيكارديا كمحاوله من القلب ان هو يصلح لي المشكله الموجوده. وبعدين قلنا في 2 مهمين جدا اللي هم بالسس الترنانس، ودول دي بتظهر في الاخر لو انا خلاص بقى حاله هارت فيلير متاخره. واتكلمنا عن الجالوب اللي هو صوت جريه الحصان. انت عارف الجالوب ده انا الطبيعي ان انا اسمع صوت ايه؟ لب ضب. بس مع الهارت فيلير هتلاقي هم 3 اصوات مع بعض، لب ضب لب ضب، فبالتالي بتحس ان هي صوت جريه الحصان، وده بحسه اون ذا ايبكس.
كده نكون خلصنا هارت فيلير بارت 1. اشوفكم الفيديو الجاي.